أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في السعودية. نهار اليوم تسود أجواء مستقرة في عموم المناطق، درجة الحرارة تبقى أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام في المنطقة الشمالية، المنطقة الشمالية الشرقية والشرقية، بينما تدفع أو ترتفع درجة الحرارة قليلا وتصبح حول معدلاتها في المنطقة الوسطى، تبقى حول معدلاتها في المنطقة الغربية والجنوبية من المملكة. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم يسود طقس غائم جزئي 21 درجة مئوية، الملموسة 20، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية غربية خفيفة السرعة. تفاصيل حال الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس مستقر ومشمس بشكل عام. سكاكا 20 إلى 11، عرعر 18 إلى 8، وتبوك 22 إلى 11 درجة مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 28 إلى 15، جدة 28 إلى 23، مكة المكرمة 30 إلى 21، والطائف 22 إلى 14 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة زخات من الأمطار 15 إلى 11، أبها 21 إلى 12، وجازان 30 إلى 26 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام طقس صافي 24 إلى 16، حفر الباطن 20 إلى 12، والإحساء 24 إلى 11 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض طقس غائم جزئي 21 إلى 13، بريدة 20 إلى 12، وحائل 18 إلى 9 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.